السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم وأنت بتتفرج على قناة بيم أريبيا. أنا شغال في البيم قرب من 13 سنة وشغال الحمد لله في مشاريع كبيرة، وشرحت البيم حتى الآن في ما يقارب 4700 فيديو. فاسمح لي إن أنا أوجه لك نصيحة، لأن النصيحة لو واحد بيقولها ما يعرفش بيم تختلف عن واحد شغال في البيم ومهتم بيه. تمام؟ ما تتعلمش البيم وانت مش عارف تصميم، ما تعرفش البيم وانت مش عارف حسابات، ما تعرفش البيم وانت مش دارس افكار. ما تنبهرش بفكره ان البيم سهل وان البيم بتعمل حاجات 3D وان البيم بيوفر لك الوقت والكلام الكبير اللي احنا بنقوله، وتبدا تخش فيه وتنسى الحاجات التاسيسيه. انت كده بتطلع تبني من غير اساسيات. لا، احنا محتاجين الاساسيات. طيب زي ايه؟ زي مثلا الحسابات. يعني مثلا كنت لما رحت الشغل لقيت في بعض الحاجات مش عارفها، فرحت نقابة المهندسين ورحت خدت كورسات هناك، وخدت ازاي الواحد يحسب مانيوال. تمام؟ وبعد كده ازاي الواحد يحسب بالآلة، وبعد كده ازاي الواحد يطبقها، فتبدأ السلم من أوله وهكذا على أساس تبقى عارف الحاجات. لو أنت مش فاهم الأفكار ومش فاهم التصميم ومش فاهم الحسابات وسبت الحاجات اللي ورا كلها دي ورا ظهرك، يبقى أنت كده موديلر وليست مهندس ولست بيم انجينير. فانت ما تنبهرش يعني تقول اللي ما عارفش بيم ده ما فهمش حاجه. عشان كده انا بدات المقدمه السخيفه اللي انا ما بحبش ابدا بيها او تفتخر بحاجه، بس ما تنبهرش ان انت عارف بيم وتقعد تتمنظر على حد يكون خبره او كبير في السن وهو مثلا مش عارف بيم. لا، هي الموضوع كله مش موضوع بيم او الموضوع مش تكنولوجيا وخلاص. هو بيسهل الشغل ويوفر وقت والحاجات دي كلها، بس افضل انت عمال تبني ايا كان تخصصك وانت مش معاك الخبره او التصميم او الحسابات. هتعمل مشاكل في البنايه، احنا مش بنعمل حاجه شكلها حلو. شغل البنى والانشاءات مش مجرد لوحه فنيه او حاجه شكلها حلو، هو يعتبر الفن الاول. يعني هما لما جم قسموا الفنون قال لك الفن الاول هو العماره، والعماره تشمل طبعا بيت الاقسام. طيب لو انا عملت حاجه شكلها حلو بس الحساب بتاعتها مش مظبوطه، سواء مثلا انشائي او عماره مثلا مش متقسمه صح، يعني نسيت انت الحاجات اللي درست في الكليه بموضوع التصميم والاجزاء والحاجات ديت، هتعمل لك مشاكل. مفهوم؟ عكس مثلا لو انت بترسم لوحه فنيه، ممكن تعمل مدرسه فنيه خاصه بيك شكلها وحش او الوان غير متناسقه، وحاطط الاحمر مع الاسود وعامل اشكال ما حدش يقول حاجه على الحيطه. اللي عايز يتفرج عليها يشوفها، اللي مش عايز يتفرج عليها مش هيشوفها، مش هتموت حد، مش هتقع على راس حد. فلذلك ما تهملش نصايح الناس الخبره الكبار في السن اللي هم شغالين في الشركات، لان ممكن انت شايف حل واحد، هو شايف 5 حلول وعارف ان انسب حل مش هو الحل بتاعك، فتبدا توصل لحل. حاول تقرا اكثر، حاول كل يوم، خليها كل شهر تقرا كتاب كده بعيد عن البيم متعلق بفكره التصميم او فكره الحسابات. لازم تكون عارف الحاجات المانيوال بتتعمل ازاي. لازم لما تطبع اللوحه تبقى في ايدك كده قلم مخصوص وتبدا تحط علامه، تحط حاجه ناقصه ما كانتش باينه، هكذا. في لمسه فنيه، احنا بشر مش الكمبيوتر هيستر علينا. ممكن الكمبيوتر يطبع حاجه ولا من الحته دي المفروض تبقى منقطه، في خط المفروض يبان هنا عشان يوضح للراجل اللي هناك كذا، فتبدا تشتغل بايديك وايدك، ولازم معاك قلم مخصوص وتعمل بيه وما تتكبرش وتقول احنا بالكمبيوتر بنعرف نعمل حاجات حلوه كتير قوي. لا، هي الموضوع مش مجرد شكل، موضوع حسابات. يعني لو انت بتشتغل عماره في تقسيمات غرف، لها قواعد معينه، في اكواد، لازم الاكواد دي كلها تبقى جنبك. تمام؟ ايا كان البلد اللي انت موجود فيه، احنا عندنا في مصر مركز محاسب بناء، اول ما نزلت الشغل جبت الاكواد كلها حتى اللي مش تخصصي. تمام؟ وحطيتها جنبي معماري وانشاء وكهروميكانيكا، المكتبه كبيره كده. تمام؟ لما بقف على حاجه اروح فاتح الكود واقعد اقرا واشوف، هتلاقي الكود عندي فيه حاجات كده بالقلم الرصاص، بحيث ان انا واقف عند حاجه اقدر اوصل للحاجه ديت. تبدا تشوف الاكواد اللي مهمه عندك. ما تنبهرش بالبيم وتخلي البيم ده حياتك كلها. لا، البيم اداه كويسه جدا، اللي ما عارفش بيم المفروض يتعلم بيم، بس يبقى عارف ان ده مجرد اداه، مجرد تولز. مش معنى ان انا عرفته ان انا كده وصلت للعالميه، ان انا المفروض ابقى صاحب الشركه او مدير الشركه. لا، لازم اتدرج خطوه خطوه، كل سنه بتزود الخبره بتاعتي، وكل شويه بقعد امسك كتب بقعد اقراها. حتى الان بفتح لوحات لمشاريع تانية اقعد ابص عليها واخد منها افكار، اقعد ابص عليها
في حاجه مش فاهمها اسال المهندس ايه الحاجه ديت، انت عملتها ازاي. كل واحد بيستفاد من الاخرين وكل واحد بيتعلم من الاخرين، وممكن تكون انت خبره ما شاء الله 400 سنه وتيجي واحد لسه خبره فريش تقعد تتكلم معاه تكتشف بتاخد منه معلومه حلوه، تاخد مننا معلومه حلوه. ما تخليش حد بيشتغل معاك يعدي من غير ما تاخد منه كلمه حلوه او معلومه حلوه. وانت كذلك، انا في واحد حبيبي يعني كان شغال في الشركه وبعد كده ما عجبوش حاجه في الشركه وسيبها، فقعدت على واحد واحد كل واحد يقول له ايه انا عايز اقول لك معلومه كده في الاوتوكاد عشان تفتكرني بيها. ده شخص محترم جدا، هو عايز ما يبخش معلومه، عايز كل واحد يقابله يديله معلومه، ولما بتكبرش ان هو ياخد معلومه من حد اصغر منه. تمام، ملخص الموضوع، البيم حاجه حلوه حاجه اساسيه وجميله جدا، لكنها لا تغني باي حال من الاحوال عن الحاجات اللي الدكاتره اساتذتنا بيدرسوها لنا في الجامعه، وعن ان انت تطلع على الحاجات الكتب اللي فيها التصميم وكتب اللي فيها الافكار الجميله، وان انت تتعلم ازاي تصمم مانوال. ما تخليش الكمبيوتر هو اللي بيقودك وانت مش عارف حسابها ازاي او جابها ازاي، او لو انت في اجتماع ما تقدرش ترد عليكم، لا طب هشوفها الكمبيوتر عاملها ازاي. لا، تبقى انت عندك فهم للحسابات والخوارزميات اللي بني على اساسها النقطه ديت. وجزاكم الله خير.